أعلنت يعني سلطة أكادير على إطلاق واحد المشروع مهم يتمثل في إنجاز باركين تحت أرضي بكلفة مالية تصل إلى 90 مليون ديال الدرهم على جوج المستويات، اللي غادي يخلق لنا واحد 600 مكان لركن السيارات. وبالأمس مدينة الدار البيضاء يعني وضعت رهن إشارة يعني لمستعمل الطريق واحد الباركين في ساحة الرشيدي اللي كلف 130 مليون ديال الدرهم بطاقة استيعابية يعني ديال 720 بلاصة. المشكل هو أن يعني ملي كنقارنوا ما بين يعني الرباط ما بين عفوا أكادير وما بين الدار البيضاء، تلقاو بأن البلاصة في أكادير ديال ركن السيارات طلعت علينا ب 15 مليون ديال السنتيم، في حين أنه في الدار البيضاء طلعت علينا ب 18 مليون ديال السنتيم، بشكل كيجعل المراقبين يتساءلون عن السبب في هذا الاختلاف والتفاوت في الأرقام. أضف إلى ذلك أن كلا المشروعين أنجزتهما يعني الجماعة، يعني سواء في الدار البيضاء ولا في أكادير، فالسلطات الجماعية هي التي تولت إنفاق هذه المبالغ الضخمة بشكل يعني يثير التساؤل حول يعني الإصرار ديال تحمل هذه المشاريع الباهظة من طرف الجماعات. يعني هذا الموضوع غادي نتناولوه اليوم مع سي رشيد بوفوس، يعني احد المهندسين المعماريين المعروفين في المغرب وعضو الهيئه الوطنيه للمهندسين لتنوير الراي العام حول حقيقه هذه المعطيات اللي وردنا. سي رشيد، بالمناسبه يعني كيفاش لاحظتي يعني هذا التفاوت في الثمن ديال الباركين ديال اكادير مع الباركين ديال الدار البيضاء؟ بلاصه واحده طلعت علينا ب 15 مليون، في حين في الدار البيضاء طلعت علينا ب 18 مليون، وعلما انه نفس الاسمنت نفس الحديد نفس الضالة الى اخره. اولا سي عبد الرحيم، شكرا على الاستضافه ومرحبا بكم عندنا في الرباط. بارك الله فيك. ورمضان مبارك سعيد. ونحن نتواجد في سطح باركين ديال حي الرياض. هذا الاشكاليه اللي طرحتي يعني كتوقع في بعض الحالات، اللي خص الواحد يعرف لانه الاشكاليه التقنيه من منطقه الى منطقه قد تختلف. يعني قدر تكون التكلفة باهظة في واحد المنطقة وفي منطقة أخرى تكون هابطة، على حسب يعني واحد المقتضيات التقنية اللي خاص كل مشروع يستجب ليها. انا ملي كتذكر ليا مثلا الدار البيضاء، كنعرفوا الخاصيات ديال الدار البيضاء يعني على الارض ديال اللي كيتبناو عليها العمارات ولا هاد لي باركينغ هادو يعني تحت الارضيين. لان كنعرفوا بلي انه الدار البيضاء كتعاني مشاكل ديال الفرشه المائيه يعني وقرب المياه ديال 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 المحيط والمياه سميتو دونك البني في يعني ديال هاد المرافق كيحتم علينا ناخذوا بزاف ديال الاحتياطات في الخرسانه، لانه ما تقدرش اليوم تقدر تبني باركينغ تحت ارضي وغدا يطرى فيه مشاكل، طلع الماء من الارض ولا كان شي اشكال ديال الانهيار من ديالو داكشي. دونك المهندسين التقنيين حتى المهندسين المعماريين كياخذوا جميع الاحتياطات في المغرب، لانه عندنا يعني قوانين صارمه في هذا المجال. ولكن في هذه الحاله سمعنا قطعة السي رشيد، يعني اكادير هي منطقه زلزاليه. نعم. يفترض ان يكون فيها الثمن اعلى من الدار البيضاء بالنظر. نعم. الى الحاجه الى اتخاذ احتياطات اكثر. نعم. واخا كتكون منطقه زلزاليه، دابا الحمد لله من 2002 عندنا قانون ديال هذا الشيء ديال الزلازل، اربيس 2000 اللي كنعيطوا عليه الاربيس 2000، اللي كيحدد واحد الخريطه في المملكه ديال المناطق اللي فيها اللي كتعرف الزلازل. وهذا القانون هو صارم وكيتخذ بعين الاعتبار من طرف المهندسين التقنيين، لا سيما مهندسين ديال الجيني سيفيل ديال الخرسانه، يعني ما يقدروش يتلعبوا بهذا الشيء. هذا ما عرفش انا الحيتيات يعني ديال هذا الملف اشنو اللي دار بانه هذا المبلغ هذا يقدر يكون، ولكن انا كنقول بانه بما ان الدوله هي اللي طلقات هذه المشاريع هذو، راه عارف بلي في هاد السنوات الاخيره كاينه واحد الصرامه في المحاسبه، وكاين يعني ما يقدروش الناس يتلاعبوا بهذا الشيء. انا اللي كنقول انه كاين يقدر يكونوا يعني
تفاوت التقنيه من مشروع الى مشروع. يقدر يكون هذاك المشروع ديال اكادير مصاوب في واحد المنطقه اللي يعني ما غاديش تكلف بزاف ديال الاموال وديال الدار البيضاء. يقدر يكون عنده مشاكل يعني اللي سميتو اللي هي مرتبطه بالارض بنوعيات الارض بنوعيات التدخل بنوعيات اشنو غادي يكون. لان خصك تعرف حتى الباركينغ خاصو يجاوب لواحد المعايير في السلامه كما سبرينكلاج كما الكومبارتيمونتاج كما يعني ما تقدرش تقول لشي واحد دخل الطوموبيل ديالك لواحد الباركينغ ولا قدر الله لا ترى شي مشكل. يعني تقدر يكون يعني نيران يشتعلوا في شي قنت يقدر يكون كرسي كوي يقدر يكون. ولكن مثلا هذا يعني انتوا بحكم الخير الاشكال اللي كاين في هاد المحلات المغلقه لانه يعني باركين كيكون مغلق هو لا فيمي هو يعني الدخان هو الدخان دخان يعني النيران كنقدروا نخمدوها ولكن ملي كيكون الدخان المشكل هو اللي كاين باسكو هو اللي كيخلق مشكل. دونك خاص يكونوا معايير السلامه وكاين اليوم الحمد لله بفضل الجهود ديال السلطات في الحكوميه عندنا اول قانون ديال من 2014 ديال حمايه المرافق وحمايه المنازل يعني الكود ديال السيكوريتي انسوندي ديال قانون الحرائق يعني اللي هو جد صارم. واليوم واخا يعني الدوله قالت بلي انه في اطار ديال تسهيل المسطره ديال التراخيص ما يقدروا ما يبقاوش يكونوا الناس ديال المطافئ في لا كوميسيون ديال اللي كتعطي التراخيص الا وهي عطات دابا المسؤوليه للمهندسين المعماريين والمكاتب الدراسات ديال هذا الشيء ديال الحرائق والمهندسين التقنيين. يعني احنا دابا خدينا واحد على العاتق ديالنا واحد المسؤوليه جد كبيره وما يقدر حتى شي واحد يعني وانا نقولها لك يعني بصراحه الحمد لله عندنا في المغرب المهندسين كيشتغلوا بصرامه وكيشتغلوا بواحد التقنيه عاليه ويعني الحمد لله ما عندناش يعني كوارث كثيرة تأسيسا على هاد الاحتياطات نعم وهالتدابير نعم وهالترسانة نعم القانونية اللي استشهدتي بها نعم السي رشيد. واش نعم ممكن مثلا نقولوا واحد اوبامو يعني واحد نعم الرقم هالكلفة ديال المتر كاري ديال الباركين سواء في طنجة في تازة في الرباط في مراكش الى اخره واش كاين هذه الامكانية؟ كاينة تقريبا يعني كاينة يعني تقديرنا يعني ماشي هو ملي كنصاوبوا باركينغ يعني تحت ارضي الثمن ديالو ماشي هو الثمن ديال واحد الباركينغ عادي سطحي ولا حتى ديال الباركينغ ديال العماره ديال المساكن لانه هذاك الباركينغ تحت ارضي ملي كيكون محلول العموم خاصو يعني واحد التدابير تقنيه واحد الكلفه كتكون غاليه يعني الثمن كيفوق 2500 درهم يقدر يوصل حتى متر كاري يقدر يوصل حتى 3000 درهم ل 3500 درهم. الطوموبيل البلاصه ديالها البلاصه ديال يعني سلطه عموميه مثلا يعني منتخبه او ترابيه تريد ان تبني واحد الباركين سوتيران بشحال تعطينا مثلا التقدير ديال البلاصه؟ اللي كنقولوا البلاصه قانونيا كتكون فيها 2 متر فاصله 5 ديال العرض على 5 المتر ديال البروفوندور وكنحسبوا بلاصه اخرى خاويه لان خص الطوموبيل تخرج فهمتيني. دونك كنقدروا داك الشيء بواحد 27 متر مربع حتى 30 متر مربع لازدنا الحيط اللي كيكون دائري كندخلوا حتى هو في الحساب. هذا هو على حساب شحال غادي نديروا مثلا في داك الحائط الدائري واش غادي نديروا 20 سنتيم ديال الخرسانه ولا 30 سنتيم ديال الخرسانه. واش عندنا يعني غادي نصاوبوا واحد الباركينغ اللي هو داخل بزاف في الارض ولا شبه سطحي على حساب يعني. ولكن الحد الادنى تقريبا هو 3000 درهم تقريبا يعني اون موين لان في هذا الثمن هذا كاين حتى التكلفه ديال وقايه المخاطر يعني داك اللي هضرنا عليه سبرينكلاج هضرنا على سميتو على الكومبارتيمونتاج يعني اللي كيقول لك القانون اليوم لان كل 3000 متر مربع في واحد الباركينغ خاصك تسد هاد كومبارتيمونتاج يعني خاصك دير واحد البيبان واحد الابواب بلاندي يعني اللي ما تخليش الدخان يخرج اللي ما تخليش العافيه تخرج. وهاد الخاصيات التقنيه لمحاربه النيران والدخان
كتسوى بزاف ديال الفلوس. يعني السبرينكلاج راه القليله هي 800 درهم للمتر مربع، 600 درهم للمتر مربع يعني. وملي كتكون في واحد المناقصه عموميه الثمن غادي 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 يزيد. ولا كانوا المتدخلين، يعني كانوا جوج ولا ثلاثه ديال المتدخلين في هذه المناقصه، يقدر الثمن يطلع. دابا شنو هو الـ يعني شنو غادي دير الدوله من بعد ملي كتشوف الثمنه طالعه على حسب يعني عدد المشاركين في المناقصه، على حسب الاستيماسيون اللي دارت هي، على حسب التكلفه هي اللي دارت هي، وجاوها ثلاثه ولا اربعه ديال الشركات الكبار الحمد لله راه كاينين في المغرب اليوم، وطلع الثمن. لانه ما حتى الشركه كتضرب حتى هي الحساب ديالها، يقدر الاداره ما ضرباتش الحساب ديالها في الدراسه الاوليه. ملي كتجي الشركه راه كتضبط حتى هي، كدير حتى هي واحد الدراسه اوليه قبل ما تجاوب على المناقصه. ملي كتعطي واحد الثمن عالي كتكون عند الدوله جوج ديال الاختيارات، اما كتفسخ ديك المناقصه وكتعاودها في واحد الاجل القانوني من بعد، ولا كتقول اودي انا عندي واحد الضغط ديال السكينه والضغط ديال 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 المنتخبين والمستعملين الطريق، وخصني ولا بدا نخرجهم لانه عندي واحد المشكل. يعني سنوات ما درنا والو، خصنا ولا بدا نخرجوا لانه كاين واحد الاختناق. تقدر ولكن اسمح لي سرج نعم. قاطعك يعني علاش بالرغم من هذه الكلفه الباهظه نعم. نعم. ديال هذه المرافق ديال ماشي باهظه حتى ماشي باهظه حتى تماك، لان ولا درتي اليوم نعم. باركينغ يعني اللي كتكون فيه الحراسه، كتكون فيه يعني جميع شروط السلامه، واخا تخلصوا اليوم غالي غدا راه غادي يرجع لك بالمنفعه، لان فكيتي واحد المعضله، فكيتي واحد المشكل. ولكن أنا اللي كاين هنا نعم. بالاساس هنا بالاساس نعم. كنشوف انا نموذج ديال بعض الدول الغربيه نعم. يعني كنلقى بان السلطات الجماعيه ماشي هي اللي كتكلف ببناء وتمويل هذه المشاريع، يعني تنادي على الخواص وهما اللي كينجوا مثل هذه المشاريع، وكتخفف على الخزينه الجماعيه هذه المبالغ هذه في اوروبا. يعني علاش حنا المغرب ما نسلكوش نفس النموذج؟ بدينا كنديروا هاد السنوات هذه واحد 10 السنوات الاخيره، منهم هذا المرآب هذا اللي كنشوفوه دابا اليوم، اللي صوبته الشركه تابعه لصندوق الايداع والتدبير. صوبوا اليوم واحد الشركه اللي تابعه نيت هذه، اللي دارت حتى الباركينغ ديال بلاس بيتري. كانت عندنا واحد الشركه ديال تدبير ديال المحلات ديال السيارات، كان سميتها رابا باركينغ، كانت بنات مرآب ديال المامونيا حدا باب الحد. يعني الدوله عارفه بلي انه ما تقدرش هي تستثمر، عاطيه لهاد الخواص. هاد الخواص هادو شبه خواص، لانه تابعين فاعل فاعل مؤسساتي ابار هذاك ديال رابا باركينغ. عندنا باركينغات اخرين تصاوبوا حدا مسرح محمد الخامس، لان فك علينا واحد المشكل كبير. كان عندنا حدا مسرح محمد الخامس، لان كنا كنجيو نشوفوا في المسرح ما عندناش فين ستاسيونيو السيارات. وواحد المرآب اخر دار حدا لاكار ديال الرباط، داروا دابا في محطات القطار، داروا سميتو دي باركينغ تابعين المكتب السكك الحديديه. هادشي كلشي باش نفسوا يعني لا. ولكن مازال عندنا اشكاليه هنايا، انه خاصنا دي باركينغ. وخاص انا كنقول لك نعم رشيد، هاد لا تورايا نعم. مثلا ديال اتصالات المغرب نعم. يعني متى ستتوفر نحن كمغرب نعم. في المدن ديالنا في الرباط ولا الدار البيضاء ولا غيرها على دي تور بحال هذه خاصه بموقف السيارات؟ أنا جايك دابا، هذا هو لافنير، يعني هذا هو المستقبل ديال البلاد، انه نعطيو للخواص يدخلوا في هذا المجال هذا، ونعطيهم على واحد الطريقه اللي اليوم كتخدم بها اوروبا، هو لو سيستيم ديال بوت، يعني بيلت اوبريت اند ترانسفير، يعني كتبني وكتستغل وكتفوت من بعد داك 30 سنة ولا 50 سنة كتعاود تفوت داك المرفق للدولة كتردو ليها. هاد السيستيم هذا كيتوضع في إطار واحد الشراكة اللي اليوم الحكومة المغربية راها بدات فيه، ديال لو بي بي بي، يعني لو بارتنيريا بيبليك بريفي، يعني خاص واحد المصلحة العامة كتقتسمها الدولة مع الخواص. يعني كيديروا واحد العقدة، واحد الاتفاقية اللي بموجب بها الناس ديال الخواص كيبني واحد المرافق، ومن بعد كيستغلوها كيديروا فيها الربح، لان خصو يرجع للمشروع، ولكن يكون ذاك الربح في إطار قانوني، ماشي باش يكون واحد الثمن ديال تذكرة يكون في متناول الجميع.
ماشي غدا يبداو نقول مثلا 5 دراهم للساعه ومن بعد ترجع ل 10 دراهم ولا 15 دراهم للساعه. هذا الشيء غير نعم. يعني نقدروا نقدروا نوفروا يعني زعما واش نعم. يعني الشاهية غير مفتوحة بالنسبة للخواص باش يدخلوا لهذا الدومين؟ علاش الشاهية ماشي خير. الشاهية ماشي غير مفتوحة، الشاهية كاينة. المشكل واش عندنا حنايا واحد الوعي؟ يعني انا ملي كنقول حنا ماشي حنا يعني كمواطنين ولكن يعني السلطات العمومية، لانه الحافز الكبير يعني المشكل الكبير هو قوانين التعمير. يعني هذيك السلاسه اللي خصها تكون يعني وداك باش نمكنوا الناس ديال الخواص يديروا هذه المشاريع. ملي كيجيو كاين بزاف ديال المنعشين العقاريين حتى هما باغيين يديروا هذا الشيء ديال العمارات ديال الباركينغ، باغيين يديروا. ملي كيجيو يشوفوا السلطات كيقول له ودي انا عندي مشاكل مع قانون التعمير مع هذه. دونك خاص واحد تسهيل المسطرات بسيطها. يعني لا جا شي واحد، هذا خصنا ندخلو في اطار الاستثمار. عندنا مشكل اليوم في المدن المغربيه، هما مدن ديال السيارات، ما بقاش مدن ديال الراجلين ولا بقى ديال الاخر. راه واخا تعرف بلي انه السكينه ديال الرباط يعني اللي فيها 600 الف يعني نسمه، راه عندك واحد 40% ديال الناس كيتمشاو على رجليهم. ما عندهم السيارات، دونك كيمشيو في الترامواي. الحمد لله عندنا الترامواي اللي فك علينا واحد المشكل كبير ديال التنقل. عندنا القضيه ديال سميتو ديال هذا ديال الطوبيسات، نعم، يعني ديال الحافلات ديال النقل الحضاري. كاين طاكسيات صغار، يعني سيارات الاجره الصغار والكبار اللي فكوا علينا حتى هما الاخر، ولكن مازال هذا الشيء قليل، لانه هاد السكينه هادي مازال كتنقل اليوم بالسيارات. الاشكال راه حتى هو في الدار البيضاء، باش ملي كتشوف المشكل فين كاين. انا كنمشي مثلا دابا للدار البيضاء والمسائل ديال المهنيه وداك الشيء، عندي شي يعني بعد السوايع ما كنخرجش منهم الدار البيضاء. يعني كنفضل نجلس في الدار البيضاء واحد ساعه ولا ساعتين، ولا نبقى حاصل مثلا في جهه غاندي ولا في جوايا اخرى، جهه الزرقتوني ولا هذا، ما عندك فين تحرك. المره الفايتات راه واحد الاشكال في ذاك لاسورتي ديال الدار البيضاء في الطريق ديال بوسكوره. جيت خارج يعني من غاندي باش ندخل في حالي ناخذ لوطوروت وندخل في حالي للرباط، طرا شي مشكل. جيت بوسكوره يعني واحد الحادثه، بقيت حاصل بين غاندي ولي شونجور الاول ديال لوطوروت ساعه ونص. فعلا هذه واحد 10 ايام ولا هاد. وحتى اصبحت جحيم، وحتى الناس اللي جاوا من الرباط حصلوا ما نقدروش حنا اليوم. انا سميتو انا اللي عارف اليوم من لانه كاين واحد المشروع ديال التوسعه ديال هاد لاروكاد اوربان اكستيريور اللي كاين الطريق ديال المطار ديال الدار البيضاء. ولكن واخا نوسعوا، راه وسعنا هذه ديال الرباط، كانت عندنا لاروكاد يعني المدار 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 الحضاري الداخلي، كان عندنا غير جوج ديال الاخر ديال الممرات، زادوا ثلاثه في ثلاثه ما عليناش. ولكن هذا الشيء راه غادي يفك المشاكل غير على افق 2023 2025. نعم، لانه مازالين حنايا اليوم في واحد السياسه ديال كل شيء خص الناس يبقاو يزيدوا يمشيو في السيارات. واش معناه ان اللوبي ديال مصنعي ومستوردي السيارات هم الذين يقررون في الشارع؟ ما كان بني، شوف راه واخا ما كاين لا لوبي لا لهم يحزنون، راه ما كان كيف نفسر هذه الطفره؟ يعني الحاجيه ديال الناس هي اللي كتفرض هذا الشيء. هما اللوبيات شحال كاع كنبيعوا ديال الطوموبيلات كاع في العام؟ واحد 140 150 الف تقريبا. هي اللي كتبيع مثلا فرنسا في اسبوع ولا في الاخر، هذاك الشيء راه كيف والو. المفارقه ملي كناخذ الاحصائيات، كناخذ باريس مثلا، باريس 27 مليون سياره. نعم، ياك. نعم، والمغرب كله يلا كيضرب شي 3.5 مليون ديال السيارات. نعم، ولكن ملي كنمشي نتحرك انايا يعني في باريس، نعم، ما كنلقاش هاد لونكومبرو، ما كتشوفوش في الاوقات. انا راه عشت دونك 27 مليون سياره. انا عشت في 27 مليون سياره. انا عشت راه في حين المغرب كله فيه 3 مليون. انا عشت وقريت في باريس. ولي لا يوريك لا كانت عندك علاش ما كتشوفوش؟ لانه عندك المترو، عندك وسائل ديال التنقل كبيره. داك الناس اللي ما كتشوفهمش برا راهم تحت الارض، راهم في المترو، راهم في الحافلات، راهم في التاكسي. راه العشيه في باريس راه نقول لك راه 20 30 كيلومتر ديال زومبوتياج. واخا هذا الشيء اللي كتهضر عليه، يعني
الاشكال اللي طرا عندنا في المغرب داك عدم البرمجه يعني المستقبليه يعني المستقبليه لا بروسبكتيف. نقولوا مثلا حنايا اليوم في الرباط شحال غادي تكون منا سما من هنا واحد 30 عام، نوجدوا ليها نبنيو لها الطرقات نبنيو لها نبنيو لها الحافلات نبنيو لها التراموي. علاش اليوم التراموي ما غاديش التمسنا مثلا وبنينا مدينه جديده على 850 هكذا؟ انا كنت قلتها للسلطات في 2008 2009 قلت لهم راه المشكل ديال التمسنا لا بغيتوا تحولوا الناس يجيوكم التمسنا بداو بالتراموي. بديتوه من هنا وصلتوه للعرفان زيدوا كملوا به خرجوا هنايا مع الطريق ديال الزو القديم حدا حدا فين كاين سميتو وكاين الممر وكاين الممر تمارا كاين الممر فين يدوز ويدوز على المسيره في تمارا ويمشي حتى لتمسنا ويولي عندنا واحد الخط من تمارا حتى السلا دون انقطاع. راه نقدروا نحركوا فيه يعني كل نهار مليون حتى مليون فاصله بانه مثلا يعني واحد الجزء من الهنود تيقدسوا البقر حنا نقول المسؤول تيقدسوا السياره. واش ممكن نقولوا هذه الطريقه الكاريكاتوريه؟ الناس السكان هما اللي كيتحكموا في الشان ديال المدار الحضاري ماشي السلطات. ان الناس اليوم اش كيقول لك الدستور ما تيقولش المواطن نود نتقرر وديال دابا انت ملي كتحل انت دابا ملي كتحل واحد 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 يعني الحي بحال هذا هذا الحي هذا ديال حي الرياض فيه 650 هكتار تحل في يعني بدات الدراسات ديالو في 1972 من عند وزاره 72 73 من عند وزاره ديال 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 التعمير والاسكان الاسكان سورتو ديك الساعه. من بعد تم التفويت ديالو في 1977 78 للصندوق الاذاعه والتدبير باش يدير التجهيز ديالو. هنا راه في 78 79 انا مازال عاقل لان انا عشت هذه 48 عام وانا ساكن في الرباط. حتى شي واحد ما كان بغى يسكن هنا حير لان بعيده الرباط راه كانت كتسالي في جهه التقدم في جهه مابيلا في جهه اللي كتقول له حي الرياض كيقول لك واش انا غادي نمشي للعروبيه. حتى السويسي براسو الناس ما باغيينش يمشيو ولكن في غضون واحد 20 سنه يعني بفضل السياسه ديال الدوله لانه الاراضي هنا باعتهم بواحد الثمن يعني راه ما كانش كيفوت هنا 300 درهم المترو ما كاينش كل اللي كان باغي. ولكن الناس جاو الموظفين جاو الناس ديال القطاع الخاص بداو كيسكنوا بداو كيبنوا الفيلات ديالهم وداك الشيء ولا واحد الحي راقي. ولكن حي بدون مرافق تماما بدون مرافق عموميه ما كان مازال ما كايناش الكوميساريه دابا 50 عام من بعد فهمتني ما عمره ولا تخلقوا يعني بعض المدارس بعض ما كاينش صحيا اداريا ما كاينش حتى كلب ديال السبور هنايا في حي الرياض. الكلب اللي كاين راه ديال وزاره العدل راه سميتو يعني الدوله اللي صوبات علاش البلديه ما صوبتش هاد المسائل هاد الناس هادو اللي ساكنين هنا فين كيخدموا في الاحياء ديال الوزارات اللي كاين في وسط المدينه قبل ما يتصاوب هاد الحي هذا الاداري هنا ويجيو الجمارك هنايا ويجيو هاد المؤسسات العموميه. راه هاد المؤسسات كانوا لداخل ديال المدينه حدا توارقه في حي الوزارات. الناس بزات عليهم يعني جا يسكن هنا خصو يشري طوموبيل ولا السيد كي يعني رب الاسره كيخدم والسيده ديالو كتخدم عندك جوج سيارات. حسب شحال ديال الساكنه هنايا الا كانت عندنا واحد السكينه ديال 150 الف نسمه يعني غادي تكون عندك واحد 30 الف ولا 40 الف اسره هي 60 الف سياره 60 الف سياره الصباح والعشيه. وخاص هاد الناس هادو فين كيقريو ولادهم راه المدارس ما كافينش هنايا كيقريوهم في المدارس يعني ديال الخواص اللي كاينين لداخل ديال لاكدال في المدارس ديال البعثه الفرنسيه اللي كاينين لداخل ديال المدينه. دونك الصباح خاصو شكون اللي النقل المدرسي راه وقتاش بدا النقل المدرسي كاع في المغرب هذا راه من 15 عام ما قبل راه الناس كيديو ولادو واليومين هذا واخا داك الشيء النقل المدرسي ما معممش على جميع المدارس كيف فيك الناس كيفيقوا الصباح بكري كيديو ولادهم للمدارس ديالهم. انا نقول لك راه الشارع ديال محمد السادس الكبير اللي عندنا سميتو راه ما تقدرش تفوت دوز بالسياره ديالك بين 7:30 ل 8 ديال الصباح لانه كله مسدود لانه كاين مدارس تماك والناس كيجيبوا ولادهم من حي الرياض وكيجيبوا ولادهم الاخر باش يحطوهم. كاين مشكل اليوم ديال التموقع ديال المدارس والتموقع ديال الناس فين ساكنين وفين كيخدموا. دونك لما كانتش واحد الرؤيه شموليه
استراتيجيه. يعني كيفاش غادي نقلبوا جسم وكيفاش غادي نقلبوا هذه الايه من ان السياسه العموميه تتمحور حول السياره او لوتو اوتوموبيل كما قلتي الى سياسه عموميه واحد التعمير انساني لتراعي التوازن ما بين الانشطه وما بين تنقل السكان. انا من هذوك الناس اللي كيقولوا انا من الناس اللي كنقولوا بلي انه السياره خصها تحبس في المدينه، يعني خاص تقصد وسط المدينه، يعني في المكان السياره خاص واحد التحرك ديالها يعني يكون مضبوط ونقلل له الماكسيموم. وهذا الشيء خصنا نديرو يعني وسائل النقل كبيره جماهيريه كبيره. يعني الترامواي اليوم راه جاي من سلا على حتى هذا الحي ديال الجامعات ديال العرفان، ولكن راه ما كاينش خط اخر كيمشي من السويسي لداخل ديال المدينه. الاشكال حتى انتم راه عايشين في الدار البيضاء اليوم راه ولات واحد البرمجه كدار باش يعاودوا حتى التخطيط ديال هاد الخطوط ديال الترامواي لليوم راه فكوا عدد ديال المشاكل في الدار البيضاء، ولكن مازال المشاكل ديال انا اللي كنقول لك دابا اليوم يعني الدوله كتحل يعني مناطق عمرانيه جديده وكتجلس واحد 30 عام عاد كتقول صبر بلاتي راه عندنا واحد لومبوتياج خصنا نفكوه، اجي نشوفو نديرو واحد 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 الممر تحت ارضي راه نجيو نديرو الاخر. لا حلينا هادشي راه علم ديال التعمير راه معروف من من من, من هذه اكثر من قرن. لا بروغراماسيون نعرفو نديروها وخاص التمويل طرق التمويل موجوده. نعم. يعني ماشي غير خص نخليو يعني لي كومون يعني الجماعات المحليه حتى الجهات ياخذوا دي كريدي على الشيء الانترناسيونال. يعني الا ما كانش الدوله تقدر تعطيهم هذا التمويل هذا الابناك المحليه يمشيو يجيبوا تمويل من الخارج. نعم. ولكن يكون على هذا الاساس هذا، ويكون على اساس انه المدينه خصنا نعرفوها اشنو هي الحاجيات ديالها على 50 عام على 60 عام، ماشي اليوم راه التخطيط شيما ديريكتور التخطيط المداري اللي كيهضروا عليه المديري اللي كنهضروا عليه راه ما عندوش اكثر من 25 عام قانونيا، تصميم تهيئه عنده 10 سنين، واش انت كتصور انه غادي نديروا واحد تصور ديال المدينه على 10 سنين؟ شنو هو التصور على 10 سنين؟ راه كتدعي لك تحلهم 20 وما كنديروا والو. شحال من تصميم تهيئه درناه المشاكل بقاو هي دونك اليوم يعني في هذا الشيء اللي كنوجدوا اليوم ديال المغرب الجديد وافاق جديده، وكنشوفوا باللي انه اليوم المغرب ولا كنعرفوه عالميا. نعم. يعني غير بهذه القضيه ديال الاورغانيزاسيون ديال هذه الجائحه هذه كينجحنا في التلقيح كينجحنا فهاد يعني تحكم في الجائحه، ولا المغرب كيتعرف على المستوى العالمي ماشي إيه. ولكن هنا الا سمحتي ولكن ملي غادي نجيو دابا خاص ما نتعرفوش غير على هذا الشيء، خصنا نتعرفوا على اشنو كنقدروا ننجحوا في التخطيط ديال البلاد ديالنا في 30 عام 40 عام 50 عام جايه. فعلا. وكنشكرك السي رشيد باسم هيئه تحرير انفاس بريس، وكخلاصه يعني بعين الخبير بين السي رشيد بوفوس بان المدينه المغربيه تدار بدون تخطيط استراتيجي، بدليل ان الحصيله الرسميه التي اعلن عنها مؤخرا في مدينه الدار البيضاء ان ما نص عليه يعني نصت عليه تصاميم تهيئه لم ينجز منه الا حوالي 18% مما كان مفروضا ان ينجز، وهذا يعني يترتب عنه واحد الارث ينضاف الى الارث الاسود الذي تعاني منه وتشكو منه المدينه المغربيه. شكرا سي رشيد، شكرا الى حلقه اخرى ان شاء الله. ان شاء الله بارك الله فيك.